اهلا بيكم يا جماعه، والفيديو الثالث في المراجعه النهائيه على اليونتس من 10 ل 12 في الاول، وبعد كده 13 و14 ان شاء الله. وزي ما قلنا، لو معاك المذكره هتلاقي الكلام ده موجود عندك، اما حليته يا اما اذا كانش معاك المذكره حل في ورقه في الاول قبل ما نناقش الاجابات عشان تحس انك استفدت بالفعل. تمام. طيب ادي الجمل من 1 ل 10، بعد كده 19. ال 30 جمله دول على 10 و11 و12 بتتكلم على الريبورتد سبيتش او المباشر وغير المباشر، وكلام سهل جدا ودرسناه قبل كده، يعني ان شاء الله ما فيهوش مشكله. طيب نناقش بقى الاجابات مع بعض. الجملة الأولى: he told me that he would come if he finished. وزي ما قلنا يا جماعة، في المباشر غير مباشر بحاول أرجع الجملة لأصلها، ده هيخليني أتأكد إن أنا حالل صح. طيب الجملة فيها if، وبعد if عندك أهو if he finished، ماضي بسيط يعني دي second، يبقى كانت في الأصل حالة أولى، يعني كان فيها will I will come if I finish، وبالتالي will come لما غير الزمن بتاعها هتبقى would come. تمام. Number two: he said that he was having lunch at a nearby restaurant the following day. دايما في التشوز يا جماعة، لما البشر مباشر زي كده ببص في آخر الجملة، لأن ده غالبا هو ده اللي بيوريني دي كانت أصلها إيه. عندي the following day يعني كان أصلها tomorrow. طيب ويبقى الجملة لما ترجع لأصلها I am having lunch، عشان ده حاجة فيها ترتيبات، يبقى كانت present continuous، يبقى الاتنين التانيين ما ينفعوش. وبالتالي I'm having لما غير زمانها تبقى was having. Number three: we all know that she informed. سيبك من we all know دي، that أنا الجزء اللي يهمني she informed the teacher. وانفورمد هنا زي تولد بالظبط. She informed the teacher about the cheating. Cheating يعني الغش. But she says she didn't. هو هنا عايز يعني المعنى المقصود من الجملة. طب هي قالت عن الغش بعد كده she says she بتقول انها ما قالتش، يبقى ده بتعمل ايه بقى؟ بتنكر بقى، يبقى she denied. هنا بيسألني بقى في الفعل اللي انا بستخدم denied بمعنى ينكر. الأخيرة number four: my teacher persuaded me to. ما فيش حاجة اسمها agreed me يا جماعة، ولا admitted me أصلا. Persuaded هي اللي بيجي معاها مفعول زي كده me، و to والinfinitive to take three lessons. Number five: Tom says that Jane is lying. بتكذب. But he cannot prove it. يعني ما يقدرش يثبت. Tom is بيقول حاجة وما يقدرش يثبتها، بقى ده بيزعم، ده بيدعي. هنا بيسألني في معاني الأفعال اللي بتستخدم في التحويل الغير مباشر، يعني ممكن يبقى السؤال مش مباشر زي كده وجملة ويتحول زمانها، ممكن يبقى السؤال بأكتر من طريقة زي ما احنا بنقول. يبقى هنا بيقول لحاجة طب هنا يبقى يقصد ايه بقى؟ بيقول ان بيبقى يزعم يدعي claiming. Number six: do not touch these كيبلز، كابلات. The mechanic said. طيب هنا ده واضح ان ده تحذير، يبقى مش advice. advice us to touch، لا مش المعنى. wanted us to touch، لا ده اثبات، انا عايز حاجه تدي معنى النفي بقى. warned us not to touch the cables. Number seven: he وعندي blamed mentioned recommended. اولا مفيش حاجه اسمها mentioned us، وبليم ده اصلا ملهاش علاقه طبعا بمعنى الجمله لو انت كملت. to stay at a cheaper hotel، ان احنا ننزل فندق ارخص من كده. هنا ده عباره عن اقتراح، توصيه. recommended هي الاجابه طبعا. number 8: I'm leaving the city tomorrow. the lecturer said. he said he I'm leaving لما غير زمانها هتبقى was leaving. number 9: he said that he had missed the sea bus the day before. زي ما قلنا ببص في آخر الجملة.
The day before كان أصلها yesterday. تمام؟ وبالتالي كانت ماضي بسيط past simple لما تغير بإيه had missed past perfect. Number 10. Have you met Angela? She asked us if we. Have you met the present perfect مضارع تام؟ فلما هيتغير زمن وغير مباشر هيبقى ماضي تام had met. Number 11. Did Mark pass? أو السؤال بديد يعني past simple لما يتغير يبقى past perfect had passed. Number 12. Are you excited about the trip? He asked the children if they are excited. لما غير زمانها تبقى were excited. Number 13. Have you read? برضو present perfect مضارع تام. Have you read? اتحول ل had read. Number 14. What time will the plane arrive? And will. لما هتتغير بدل will arrive هتبقى would arrive اللي هي الأولى. Number 15. Can Melanie drive? عند كان لما غيرها تبقى could. جمل مباشرة جماعة وسهلة وبيجي ساعات السؤال مباشر زي كده وزي الفل مفيش أي مشاكل. Number 16. How much did the concert tickets cost? أنا عندي did زي ما قلنا فده يبقى past simple بغيره يبقى past perfect had cost التالتة. Are you going to the party? June asked me if I was going. Are going, but it was going. تغيير الزمن يا جماعة في غير مباشر من مضارع لماضي من ماضي لماضي تاني. 18. She said that they had never been. Said that. ما فيش حاجة اسمها blamed that و asked that. Number 19. Could you give me the glass on the table, please? يبقى she asked me to give asked من الأفعال بيجي بعديها to الانفينيتيف. من number 20 بقى ل 30 this morning يا جماعة this morning هذا الصباح يعني احنا في نفس اليوم خلي بالك من الجملة دي the minister announced that he would resign today بقى مش that day في اليوم اللي نفسه احنا في نفس اليوم اللي اتكلم فيه بقى يبقى مش هغير today هتبقى زي ما هي today. Number 21. He ordered من الأفعال اللي يجي بعديها object مفعول اهو me وتو الانفينيتيف to get out. لكن ما فيش حاجة اسمها said me ولا apologized me. 22. I won't answer any questions said the thief. يبقى هنا won't answer ده بتعبر عن الرفض. يبقى the thief refused to answer. وينفعش agreed to ده العكس. وadmitted ما يجيش بعديها to the infinitive. 23. She told me that she would do later فيما بعد. لما ترجع جملة الأصلها I'll do the washing up later. فبالتالي will هتبقى would. Number 24. Jenna says that she will. أنا عندي says يا جماعة says عارفين انها بتبقى says, tells, asks انا ما بغيرش الزمن بتاع الجملة في الريبورتد فتبقى will update التانية he ordered the driver لسه قليل من شوية order أو the driver المفعول بتستخدم فيها to infinitive to stop she نخلي بالنا بقى من 26 و27 ف 26 بيقول ايه she told me ولو انت عايز بقى تتأكد في الحتة دي احط that بعد me she told me that her sister وجملة كاملة بعد that اهو her sister was coming to visit طب تعال نشوف 27 بقى احط that بعد said she said that وجملة her sister was coming يبقى أنا في جملة 26 يا جماعة في مفعول لازم يجي بعد told me told him told us told her تمام في 27 لا ما فيش ضمير مفعول she said that وزي ما قلت لك حط that هنا عشان تفهم الجملة ماشي ازاي 28 we asked whether her dog was friendly or dangerous طبعا ما ينفعش اقول asked what her dog was friendly ولا why her dog was friendly مش ماشي مع المعنى اساسا يبقى انا هنا
وذر هنا جاي مكان اف يا جماعه. واصل السؤال بقى لما رجعوا is your dog friendly or dangerous. 29 he suggested that everyone وسجست that demand that recommend that يا جماعه insist that. الافعال دي طالما جاي بعدها ذات وفاعل، فاعل اهو everyone، بستخدم infinitive pay for their lunch. 30 we asked our professor whether the exam could be postponed. postpone يعني يؤجل until next Monday. هي لما ترجع الجملة لأصلها كانت بكان، can the exam be postponed until next Monday، يبقى whether the exam could. ده بالنسبة لليونتس 10 و 11 و 12 بتوع المباشر وغير المباشر. نشوف اليونت 13 يا جماعة، طبعا اللي فيها حكاية الانفينيتيف والان جي وشوية الأفعال بتوع stop وforget وregret وremember وtry وgo on وكده، هيتضحوا واحنا بنعلق على الإجابات. حاول تحلهم زي ما قلنا في الأول. وادي 25 جملة على اليونت، نحاول نشوف كده، نبص في الإجابات مع بعض. He stopped talking to his friend 3 years ago. هنا معناها توقف عن، stop والآي نشي معناها توقف عن، وده المعنى اللي جاي بيه الجملة، لأن باقي الجملة بيقول لي they no longer see each other. ده ما عادوش يشوفوا بعض أصلا، يبقى كده توقفوا عن أو هو بطل يكلم صاحبه ده. ففي الحالة دي بمعنى يبطل عمل حاجة أو يتوقف عن عمل شيء، بستخدم stop والآي نشي. طب تعال نشوف الجملة الثانية، لا عكس كده بقى، he stopped، ودي اروح سائل عليها بقى why. why did he stop to talk to an old friend yesterday oh they hadn't seen each other for years. ده ما شافوش بعض من سنين. يبقى انا to اللي بتيجي بعد stop يا جماعة تدي معنى in order to، زي ما قلنا قبل كده. يبقى he stopped in order to، حط in order to او because والفاعل wanted to. يعني انا الجملة دي لو عدت صياغتها تاني هتبقى he stopped in order to، he stopped because he wanted to. يبقى في الحالة دي بختار to infinitive، يعني الدنيا سهلة. number 3 I just can't get used to. اخلي بالي من دي يا جماعه عشان دي تقريبا ما كانتش موجوده في المذكره وضفناها وقلناها في فيديو قبل كده. get used to زي am is are used to sorry بمعنى ان بيجي بعديها يا اما noun يا اما ضمير مكان النون يا اما ing. اخلي بالي منها ing هو living. طيب number 4 بقى دايما نقرا الجمله يا جماعه للاخر ونفكر. اقرا مره واتنين يبدا الجمله. in Aswan before I move to Cairo، ده قبل ما يعزل بقى ويروح يقعد في القاهره. طيب يبقى انا الجزء الاولاني ده بيتكلم على حاجه كان معتاد يعملها في الماضي، وبالتالي بستخدم used to infinitive. I used to live. number 5 remind me remind me او remind والمفعول يعني، بستخدم معها to infinitive. الحاجات دي بتبقى احنا المفروض عارفينها. to return the books to the library. number 6 I mustn't forget to phone my grandmother tomorrow. يا جماعه forget لما اقول ما انساش ان انا اعمل حاجه يعني لازم هستخدم بعديها to infinitive. I mustn't forget يعني لو فكر فيها بطريقه تاني معناها I must remember يعني افتكر وبعدين بعمل الحاجه، مش هنسى ان اعمل حاجه معينه، مش عملت الحاجه وبعدين نسيتها، لا دي كـ ing بقى ده حاجه تاني. طيب يبقى I must forget to phone. number 7 he insisted on our having وخلي بالي اهو هنا insist on بيجي بعدها ing، بس ممكن قبل الـ ing يا جماعة تلاقي فيه صفة ملكية زي our my your. تمام دي ما فيهاش مشكلة. insist on our having another glass of lemonade.
نيجي بقى would rather يا جماعة، would rather ليها حالتينهم اللي هم بيجوا في الامتحانات عادة، يا إما ما بعد would rather ما فيش فاعل زي 8، يا إما بعد would rather في فاعل زي 9 أهو I'd rather he. فلو ما فيش فاعل في 8 I'd rather وبعديها الفيرب على طول يبقى infinitive من غير to طبعا، do it now. طب I'd rather he did it now. خلي بالي من الكلام ده عشان الجملة بتاعت I'd rather he دي والجملة شبهها غلطنا فيها كتير في الامتحان قبل كده. Number 10 if the program still doesn't work try reloading عيد تحميل السوفت وير البرنامج. طب هنا تراي بقى مين يقول لي بقى جايه بمعنى ايه؟ البرنامج برضو لسه مش شغال، طب جرب كده تعيد تحميل السوفت وير البرنامج بتاعه. يا جماعه تراي لما تيجي بمعنى يحاول، هي مش معناها حاول، هي مش ما فيهاش صعوبه ان هو يعيد تحميل البرنامج او يعمله من تاني، هي الفكره ان ده بيجرب عشان هو ما اشتغلش فبيجرب حاجه غيرها يمكن يشتغل، يبقى تراي هنا والاي ان جي. طب تعال نشوف 11 بقى. she tried to climb the mountain، ده جهد مبذول في حاجه وغالبا بيفشل. but the weather forced her to give up، اجبرها الجو بقى وسوء حاله الجو انها تتوقف. يبقى في الحاله دي بستخدم to infinitive بعد tried. number 12 I really object to، يا جماعه object to ing اهو زي ما قلنا ممكن الاقي صفه ملكيه اللي هي هير اهو قبل الاي ان جي مفيش مشكله. I really object to her speaking to me like that. بقى الجمل من 13 ل 25 he must have the book، لا ده اكيد الكتاب معاه. I remember، انا فاكر. طب ما الكتاب معاه يبقى انا اديته له قبل كده، يبقى انا فاكر حاجه حصلت، بفتكر حاجه حصلت يا جماعه، يبقى remember و I ان جي. I remember giving it to him. طيب number 14 I haven't considered، وconsidered هنا يا جماعة مش معناها اعتبر، هنا consider معنى think about، بمعنى يفكر في حاجة أو يبتدي يعيد النظر يبص في حاجة يعني. I haven't considered looking، ولما تيجي consider بمعنى يفكر فيه زي كده أو يدرس أمر يعني بيجي بعدها الـ ing. طب consider بمعنى اعتبر ملهاش علاقة بالأفعال أساسا. I consider someone مثلا to be كذا، لكن consider بمعنى يفكر في حاجة أو يدرسها عشان يتخذ فيها قرار بعد كده، يبقى consider with ing. number 15 she often forgets. often تبين إنها معتادة تنسى إنها تعمل الحاجة، يعني ما تعملهاش أصلا. في المعنى ده بستخدم to infinitive بعد forget. she often forgets to lock the door when she leaves the house. number 16 make sure you remember. اتأكد انك تفتكر، هيفتكر وبعدين يعمل الحاجة. في المعنى ده بستخدم to infinitive remember to pick up some eggs. number 17 have you ever tried cooking fish in olive oil، في زيت الزيتون. هي طبعا مش معناها يا جماعه حاولت تطهي السمك في زيت الزيتون، هو دي فيها ايه المحاوله اللي فيها يعني، هو الزيت تحطه وتحط فيه السمك فما فيهاش محاولات اساسا، يبقى هنا جايب معنى يجرب، وزي ما قلنا طالما تراي جايب معنى يجرب فبستخدم اي ان جي. نمبر 18 هي ترايد جوينج تو ا فيتنس كلاب. الفيتنس كلاب ده اللي هو نادي خاص بال زي الجيمنيزيوم كده، زي جيم يعني للياقه، خاص باللياقه. but it didn't work out for him. ما جابش فايده. he even gained، يا نهار ابيض ده حتى زاد كمان في الوزن. مش دي مش معناها حاول يروح الجيم بقى، ده هو جرب الجيم بقى وراح وقعد وفتره وما جابتش نتيجه، بمعنى يجرب زي ما قلنا اي ان جي. I couldn't sleep، طب ما فيش نوم، أرق. So I tried. إذا حاول يشرب لبن، ليه؟ إيه المحاولة في كده يعني؟ المحاولة اللي محتاجها شرب اللبن. يبقى ده جرب بقى، عشان بيقولوا إن لما تشرب كوباية لبن تقدر تنام بعد كده. Try drinking. طيب نمبر 20 بقى، he tried to get a job. بص بقى الجملة. But
they wouldn't hire him, ما رضوش يعينوه. فدي محاولة وفشل to get. I pretended, pretended من رفع عليك بعدها to will infinitive وتكررت كتير في الستوري. I pretended to be. Number 22, I regret to tell you that we are going out of business next month. يعني هنبطل شغل الشهر الجاي. يشعر بالأسف يا جماعة أو بيعتذر أنه مضطر يقول أو يبلغ حاجة لحد بالمعنى ده regret بيجي بعديها to will infinitive. طيب لكن regret بمعنى يندم على حاجة عملها قبل كده في الماضي وحس بعديها بالندم يبقى ده regret وهي نجي. Number 23, I remember playing football. امتى؟ When I was in high school. ده في الثانوي. Unfortunately, I didn't play much during the games. ما كانش بيعرف يلعب أساسا. يبقى هنا بيفتكر حاجة حصلت في الماضي بقى بعد remember ing. 24, I don't think I'll ever regret. أنا عمري ما هندم على إيه؟ Falling in love with my wife. جملة رومانتك بقى. We have been married for... لا ده اتجوزوا بعديها يعني هو حبها وبعدين اتجوزوا ومتجوزين ليهم 30 أكتر من over بمعنى more than. يبقى هنا مش بيندم على حاجة عملها قبل كده. ما أنا بعمل حاجة في الماضي يا جماعة. يا إما مش هندم يا إما هندم على اللي عملته. 25, Mrs. Jones. ده بيكلمها. بص Mrs. Jones, أنا I'm sorry to inform. حط I'm sorry في الجمل اللي هي ممكن ينفع فيها to will infinitive بعد regret. I'm sorry to inform, يعني to tell you that our credit limit has been exceeded. حد الائتمان ده حاجة في الخاصة بالكروت الائتمان والكلام ده. يعني هي تجاوزت حد السحب اللي مفروض تستخدمه. يبقى regret بمعنى to be sorry انك انت هتعمل حاجة او مضطر تقول حاجة بستخدم في المعنى ده to will infinitive. يفضل عندنا unit 14. شوف الجمل كده. او 30 جملة هم. تمام. تعالى نبص بس كده في الاجابات مع بعض. نمبر 1 ويونت 14 يا جماعة اللي هي بتاعت النسيسيتي والابليجيشن والبروهيبيشن المنع والحظر والضرورة والكلام ده. ففي نمبر 1 we couldn't find a hotel. So we couldn't في الماضي. طيب we had to sleep in the car. It was so uncomfortable. كان الموضوع مش مريح. يبقى انا بتكلم على ضرورة في الماضي فبستخدم had to. طيب نمبر 2, you mustn't forget to take your medicine. لان انا شايف ان دي حاجة ضرورية او بعمل strong advice زي كده فبستخدم فيها mustn't. نمبر 3, guests must not make noise after 10. بص بقى جملة بقى لما يقول لي it's the rule here. It's the rule, دي قاعدة في الفندق بقى ولا حاجة عشان بتكلم على ضيوفهم ولا حاجة. ففي الحالة دي بستخدم mustn't أو must not زي ما احنا شايفين. Number 4, Ali has to work tomorrow so he can't come. مضطر يعمل حاجة في المستقبل. أقدر أستخدم have to و has to وممكن تبقى will have to لو انت رجعت للجرامر بتاع unit 14. فينفع استخدم have to وينفع استخدم will have to برضو بنفس المعنى. Number 5, I must phone my dad. يعني I must phone my dad. يعني I mustn't forget to phone my dad. يعني أنا شايف I think it is important for me that I do that. It's his birthday today. عيد ميلاده بقى وتبقى مش أدب إنه ما يتصلش. I must phone my dad. Number 6, seat belts must be worn by all passengers. ممكن استخدم must زي كده اهو بتعبر عن واحد يقول لي طب كانت تنفع have to لو موجودة. لكن هنا المشكلة ان has to be مفرد وهي seat belts عندك جمع. خلي بالك من الحكاية دي يا جماعة عشان يوصل لأكثر من السؤال كان في جملة فيها
he needn't ولا he don't need to. ولاقي 15 20 واحد بيقول لي ليه he don't need to ما تنفعش ازاي يعني كاتبها he doesn't need to. انا تعبت كنت من السؤال ده. طيب لكن بصفة عامة يا جماعة لما يحط لي في الجمل كلمة لو قانون رول قاعدة وعايز يبين ان دي حاجة ملزم الشخص مفروض عليه ان يعملها واداني في الاختيارات must to have to تبقى have to و has to. طيب بعد كده number 7 I had to pay 85 pounds to renew يجدد my passport last week. Last week اقرا الجملة دايما للآخر ما تستعجلش ما حدش بيجري وراه والوقت كافي وما حدش في الخمسين سنة الأخيرة شكى من وقت الإنجليش فما تتسرعش. Number 8 You don't have to wear a tie مش مضطر انك انت تلبس كرافات بقى in our office but some people like to dress more formally بعض الناس بيحبوا يبقوا لابسين رسمي كده لكن انت مش مضطر عدم الضرورة بستخدم فيه don't have to. Number 9 you don't have to go to the bank مش لازم تروح البنك عدم ضرورة برضو وبعديه بيقول له you can do it online تقدر تعمل الكلام ده على النت وما فيش داعي انك تروح لو مش عايز don't have to. Number 10 لما استخدمها بقى في السؤال يا جماعة واقول ان انا مضطر اعمل حاجة ولا لا اسمها do I have to do we have to زي ما انت شايف لكن مش حاجة اسمها do we must مش كده لو حبيت استخدم must اسمها must we go. Number 11 I mustn't forget زي بتاعت I mustn't forget to phone my dad اللي مرت من شوية I mustn't forget لما احب افكر نفسي بحاجة لازم اعملها بستخدم كده I must remember او I mustn't forget. Number 12 you don't have to be a member to buy a ticket it's open to everyone. Open to everyone يعني مفتوحة متاحة للجميع و open هنا يا جماعة هقول لي ازاي it is open. Open هنا adjective لكن عكسها closed اخرها ed. تمام you don't have to be مش مضطر انك تكون عضو عشان تشتري تذكرة العملية متاحة للجميع عدم ضرورة don't have to. Number 13 at my school students at my school يعني بص في الاخر اهو قلنا نقرأ لغاية آخر الجملة that was a long time ago يبقى أنا بيتكلم على عدم ضرورة في الماضي وحاجة ما كانوش مضطرين يعملوها فما عملوهاش يبقى في الحالة دي بستخدم didn't have to. Number 14 in North America you shouldn't eat with your mouth open يعني تاكل بقك مفتوح it is considered to be impolite يبقى دي حاجة مش المفروض الواحد يعملها وتعتبر نوع من النصيحة المنفية. Number 15 my son cut his hand عور ايده while sewing some أثناء ما بينشر الخشب I have got to take him to the hospital emergency ward عنبر الطوارئ في المستشفى as soon as possible هو لسه ما ودهوش اهو لان في الاخر بيقول لك as possible يبقى have got to يبقى have got to زي مين زي have to يا جماعة هي have to زي have got to. Number 16 he doesn't have to عدم ضرورة cook tonight طب ليه السبب واللي باين انها عدم ضرورة بقى الجملة because he's going to a restaurant. طيب number 17 I mustn't eat too much انا شايف ان ده مفروض ما اعملش الحاجة دي or اهو يترتب عليها نتيجة سيئة I'll get fat mustn't. Number 18 on the last day we took a boat trip out to a beautiful island الكلام في الماضي we had to pay extra يعني pay extra يدفع زيادة but it was worth it worth it يعني كان الأمر يستحق يبقى أنا بتكلم على ضرورة في الماضي تبقى had to. Number 19 very few people
spoke English. ده في المكان اللي راحه والكلام ده في الماضي. So it was difficult to communicate. وهنا أضيف حاجة يا جماعة، أن كلمة communicate يتواصل مش لازم يكون بعدها مفعول، لكن contact لازم يجي بعدها مفعول. حاجة تانية contact بمعنى يتصل به، هي معناها يتصل به، يعني ما بتاخدش أصلا حرف جر. اللي بياخد حرف جر لو جه بعديه مفعول هو communicate، اسمها communicate with، مش كده؟ الحاجة بتجيب حاجة بقى. I should have learned some Spanish. يبقى هو راح مكان بيتكلموا فيه أسباني وكان المفروض هو يتعلم أسباني وما عملش، عشان أقول كان المفروض أعمل حاجة ومن الخطأ أن أنا ما عملتهاش بستخدم should have والتصريف الثالث. Number 20. We didn't have to find a taxi at the airport because the hotel sent a minibus to pick us up. يبقى زي ما قلنا لما أقول أن أنا ما اضطرتش أعمل حاجة في الماضي فما عملتهاش يبقى اسمها didn't have to. وإيه اللي يثبت كده؟ أهو بيقولك الفندق بعت ميني باص عشان يوصلهم. آخر 10 جمل في الكلام ده. Number 21. We weren't allowed to climb to the top of the church tower برج because they said it was dangerous. حاجة dangerous يعني حاجة غير مسموح بيها، والكلام في الماضي weren't allowed to. Number 22. The teacher yelled at me. Yelled at me. Yelled يعني زعق فيا. Yesterday she said, Sally. ده الكلام المباشر. You have to do all of your homework or you will fail this semester of school. يبقى حاجة مفروضة على الواحد. Have to. 23. You mustn't be late for the exam. امتحان يا جماعة ما تأخرش عن امتحان. هو قالك لا يتأخر عن 9 مش هيدخلوه، انت حر. طيب يبقى دي حاجة مفروضة برضو ممنوع انها تتعمل لانها ترتب عليها حاجة سيئة لو حصلت. Mustn't be late. 24. Peter could ride a bike when he was only 3 years old. لما اتكلم على قدرة عامة في الماضي زي ما قلنا بستخدم could. 25. You mustn't sign a document without reading it first. يعني يتوقع على وثيقة من غير ما تقرأ اللي فيها، ممكن يودوك في داهية. يبقى ده حاجة يترتب عليها برضو ضرر، يبقى mustn't. 26. Tomorrow is a school day. My children. وزي ما قلنا لما اتكلم على ظروف المستقبل أقدر استخدم يا إما have to يا إما will have to. يبقى have to. 27. When traveling to many countries you have to get a visa. انا عايز اسافر ومفروض اطلع فيزا، يبقى حاجه مفروضه وده قانون، يبقى have to. 28. You have to show your student card. طلع بقى الكارنيه بتاعك at the entrance، في المدخل عند المدخل. So please make sure you don't forget it. اوعى تنسى. يبقى برضو حاجه مفروضه have to. Number 29. You must be at the meeting point no later then 9:15. The bus will not wait. والله الاتوبيس مش هينتظرك if you are late. It's important that you do that. وانا شايف ان ده مهم انك تعمل كده. يبقى انا بستخدم must في الحالة اللي زي كده. اخر جملة بقى. You don't have to pay. مش مضطر في المضارع. عدم ضرورة. Don't have to pay to enter the park. المنتزه ده. As a group booking حجزنا للمجموعة بقى has been made by the school. طيب ده كده المراجعة على من 1 لـ 14 يا جماعة. لسه في أكتر من فيديو تاني، في 2 فيديو جايين على general بقى. احنا هنا طبعا بنقول ان دي يونت كذا فانت طبعا فاكر الجرامر بتاعها. لا 2 فيديو بتوع الجنرال على المنهج من 1 لـ 14 بقى، ومش محدد دي من يونت كام ولا يونت كام، زي ما هيحصل ان شاء الله في الامتحان. فدي برضو هيبقوا مهمين. فيديوهات المراجعة النهائية هامة جدا يا جماعة، شوفها كويس جدا. وفي اخر فيديو برضو هقول لك ايه بالظبط كمان اللي بيتعمل تاني غير الفيديوهات دي.
اشوفكم بخير ان شاء الله في الفيديو اللي بعده. بالتوفيق يا جماعه. خلي بالك زي ما قلنا عندك 3 ايام ونص، يعني ده كان يوم في نص ونص في الاول وبنشكي وبنقول هيكفي ايه ولا ايه. لا، 3 ايام ونص دول تهد فيهم جبل. خليك فاكر الجمله دي، ما تقضهمش نوم، ما تقضهمش كسل، خلاص هانت. بالتوفيق يا جماعه.